السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد، ومرحبا بالمتتبعين اللي دائما مساندين القناة بالضغط على زر الإعجاب، وكذلك بالكومنتر العديدة اللي كتوصلني، وبالأسئلة العديدة اللي كتوصلني دائما. في هذا الفيديو غادي نبداو السلسلة ديال الإعداد للفروض، فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الثالثة، الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2020-2021. إذن اليوم غادي نبداو سلسلة الإعداد للفروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2020-2021، وبالضبط مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. كنتمنى أنني نكون كنفيدكم في قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. اللي باقي ما اشتركش، هذه هي المناسبة أنه يشترك ويتفاعل مع فيديوهات القناة، واللي مشترك يزيد يتفاعل بالضغط على زر لايك، وكذلك وضع شي كومنتير بسيط دعما للمحتوى الهادف إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي ندير معكم النموذج رقم واحد ديال الفرد المحروس رقم واحد في الدورة الثانية من هذا الموسم الدراسي. المدة ديال الإنجاز ديالو 45 دقيقة، وهو امتحان سهل جدا، بسيط بزاف، فيه 4 ديال الأنشطة، 3 ديال الأنشطة باللغة العربية، ونشاط واحد باللغة الفرنسية. سي تري بيان. غادي نبداو أولا بالنشاط رقم واحد، وقبل ما نبداو بالدراسة ديال هذا النشاط رقم واحد، غادي نذكركم بأنه هذا الامتحان كيخص فقط الوحدة الثالثة اللي كتعلق بالأوساط البيئية، صافي، بالوسط البيئي، باختلال التوازن ديال الأوساط البيئي، مكونات الوسط البيئي، كل ما يتعلق بالوسط البيئي، مفهوم؟ إذا نبداو بالنشاط رقم واحد، عليه 3 ديال النقاط ونصف. أتمم بما يلي، إذا غادي نكملوا هذه الجمل بهذه الكلمات التالية، إذا التوازن، غير إحيائية، المائية، البرية، الإنسان، اختلال، مكونات إحيائية. سبيان. إذا نقرأ: يتكون الوسط البيئي من كذا، ومكونات كذا تتفاعل فيما بينها ليحدث كذا البيئي. سبيان. إذا من ماذا يتكون الوسط البيئي؟ إذا الوسط البيئي يتكون من ماذا؟ من مكونات إحيائية. هذه من مكونات، اكتبها، مكونات إحيائية، يعني المكونات الإحيائية، ومكونات غير إحيائية. إذا هذا الوسط البيئي، أي وسط بيئي كما كان، كيتكون من مكونات إحيائية، يعني مكونات فيها الكائنات الحية، ومكونات غير حية، يعني مكونات أو كائنات غير حية. صافي، هاد المكونات الإحيائية والمكونات الغير إحيائية تتفاعل فيما بينها ليحدث ماذا؟ ليحدث التوازن البيئي. ليحدث التوازن البيئي شنو كيوقع؟ خصني واحد التفاعل ما بين المكونات الإحيائية والمكونات الغير إحيائية باش يحدث لي التوازن البيئي، باش يكون عندي واحد ليكيليبر في الوسط البيئي. مزيان. إذا الأوساط البيئية مختلفة، منها بالنسبة للأوساط البيئية مختلفة، يعني يمكن نصنفوها لجوج ديال الحاجات: الأوساط المائية والأوساط البرية. صافي. إذا بالنسبة للأوساط البيئية كنصنفوها جوج حاجات، جوج أوساط: وسط بيئي مائي ووسط بيئي بري. صافي. دونك غادي نضربوا على الكلمات اللي درناهم، درنا التوازن، درنا غير إحيائي، درنا مائية برية، بقات لنا الإنسان واختلال. إذا التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية أو نتيجة تدخل، إذا اختلال التوازن البيئي، إذا اختلال بالتوازن البيئي يحدث نتيجة عوامل طبيعية، بعض العوامل الطبيعية بحال انجراف التربة، بحال الحرائق، بحال التصحر، بحال الجفاف إلى غير ذلك، وكذلك نتيجة تدخل الإنسان بحال الرعي الجائر، بحال قطع الأشجار إلى غير ذلك. إذا تدخل الإنسان. الإنسان. سابقا غادي نكون كملت هذا النشاط وديت عليه 3 ديال النقاط بكل سهولة. إذا يتكون الوسط البيئي من مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية تتفاعل فيما بينها ليحدث التوازن البيئي. الأوساط البيئية مختلفة، منها الأوساط المائية والأوساط البرية، يعني وسط بيئي مائي ووسط بيئي بري. اختلال التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية أو نتيجة تدخل الإنسان. نمر الآن للنشاط رقم 2 اللي عليه جوج ديال النقط. نشاط رقم 2
حاولوا انتبهوا معايا. النشاط سهل كذلك، اعطي تعريفا موجزا للوسط البيئي. اذا في هذا النشاط المطلوب هو اننا نعطيه واحد التعريف بسيط، يعني اننا نعرفوا الوسط البيئي. شنو كنقصدوا بالوسط البيئي؟ اذا الوسط البيئي هو واحد المكان، مكان طبيعي. اذا الوسط البيئي هو مكان طبيعي، مكان طبيعي، سواء يعني هذا الوسط البيئي سواء كان مائي، سواء مائي أو بري، يعني إما كيكون مائي أو بري، تعيش فيه الكائنات الحية. صافي، كتعيش فيه الكائنات الحية. أو لو يمكننا نقول الوسط البيئي هو مكان طبيعي يجمع ماذا؟ المكونات الإحيائية والمكونات الغير إحيائية. صافي، كلا التعريفين صحيح. صافي، وغادي تكون ديتي جوج نقاط بكل سهولة. صافي، سي بيان. غادي ندوزو لاكتيفيتي 3 اللي هو اون فرونسي. غولي شاك مو ا لونسومبل، يعني كل كلمة غادي نربطها بلونسومبل. عندي كومبوزونت نون فيفونت، يعني مكونات غير إحيائية. كومبوزونت فيفونت، يعني مكونات إحيائية. وهنا عندنا هوميديتي اللي هي الرطوبة، الرطوبة. وهنا عندنا اسكارغو اللي هو الببوش. صافي، لو اللي هو الماء، لا بي هي النحله، وصاب اللي هو الرمال. صافي، او الرمل. سي تري بيان. الرطوبه هي واش مكون حي ولا مكون غير حي؟ هذه باين مكون غير حي. الاسكارغو هو كائن حي اصلا، اذا هو مكون حي. لو كومبوزونت نون فيفونت، صافي، واخا الماء هو وسط حي ولكن هو يعني مكون غير حي. صافي، لاباي النحله كومبوزونت فيفونت، صابل كومبوزونت نون فيفونت. دونك لوميديتي ولو وصابل سو سون دي كومبوزونت نون فيفونت، وعندنا لاسكارغو ولاباي سو سون دي كومبوزونت فيفونت. صافي، مكونات احيائيه. سابعا، دابا غادي ندوزو للنشاط الرابع والاخير. النشاط الرابع والاخير اللي هو كالتالي: اجب بصحيح او خطا. اذا هذا النشاط كذلك عليه جوج ديال النقط. بالنسبه للنشاط ديال سلبي سهم عليه 2.5 ديال النقط، وبالتالي غادي تكون 10 على 10. اجب بصحيح او خطا. اذا هنايا عندي 4 ديال العبارات، غادي نقول صحيح او لا خطا بالكتابه ديال صحيح او خطا. صافي، اذا العباره الاولى عندي: الافتراس هي العلاقه الغذائيه الاكثر انتشارا في الوسط البيئي. قلنا بان العلاقه ديال الافتراس اللي كتحدث ما بين نفس النوع ديال الكائنات الحيه، اما كيكون التنافس او الافتراس على مستوى مثلا الغذاء او المسكن الى غير ذلك. اذا هذا الافتراس هي العلاقه الغذائيه الاكثر انتشارا في الوسط البيئي. واش صحيح ولا خطا؟ اذا نعم صحيح، اذا هي اكثر علاقه غذائيه كاينه في الاوساط البيئيه. صافي، هي الافتراس. يحدث الاختلال في توازن الوسط البيئي نتيجه قطع الاشجار والصيد الجائر. سابعا، يحدث الاختلال في توازن الوسط البيئي، اذا الوسط البيئي ما كيبقاش متوازن، وذلك بقطع الاشجار والصيد الجائر. اذا كان قطع الاشجار بكثره والصيد الجائر يعني الصيد بكثره، فانه غادي يحدث الاختلال في التوازن ديال الوسط البيئي. اذا عباره صحيحه. المكونات غير الإحيائية لا دور لها داخل الوسط البيئي، يعني المكونات الغير إحيائية بحال الماء، بحال الرمال، بحال الرطوبة، بحال الهواء إلى غير ذلك. مجموعة من المكونات غير الإحياء ما عندها حتى دور في الوسط البيئي. حنا قلنا بأن لها دور مهم، يعني خصها ضروري يكون بينها وبين المكونات الإحيائية هناك تفاعل باش يحدث لنا واحد التوازن البيئي. إذن هذه عبارة خاطئة، خطأ. التطفل هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. إذا هنايا التطفل هذا هو التعريف ديالها، وهي واحد العلاقة كيستافد واحد على الآخر، يعني واحد الكائن الحي كيستافد على الظهر الآخر. داكوغ، إذا هي عبارة صحيحة. داكوغ، صحيح. إذا حظ موفق للجميع. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة التربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس. باقي ان شاء الله فروض اخرى ونماذج اخرى في جميع المواد. خدموا مزيان، الله يوفقكم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.